ما الدافع الحقيقي وراء تورط السوريات في تلك الفعلة؟ وهل العائلات ستسمح لبناتهن بإتيان هذا الأمر على الملأ؟ ولما انتشرت بكثافة في التوقيت الحالي؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها بقوة بعد انتشار ظاهرة خطيرة بين النساء السوريات. فما القصة؟ تسببت الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي شهدتها سوريا طيلة السنوات الماضية إلى انتشار الكثير من الظواهر الغريبة التي لم يألفها السوريون من قبل، ولعل أبرزها العادات التي تخص النساء وتتعلق بمسألة العادات المتعارف عليها في الزواج. ومؤخراً شهد المجتمع السوري انتشار ظاهرة جديدة تخص النساء بشكل غير مسبوق في سوريا، والعجيب أن الترويج للظاهرة يتم عبر مكاتب سمسرة متخصصة تأخذ عمولة جراء كل حالة زواج تحصل عليها. الظاهرة الجديدة تتوجه خلالها النساء والفتيات السوريات إلى الزواج من عراقيين أو طهرانيين يعملون في صفوف المجموعات التابعة لطهران في سوريا. شهود عيان زعموا أن الدافع وراء هذا النوع من الزواج هو الوضع المعيشي المتردي والحاجة الشديدة التي دفعت الفتيات للقبول بالزواج بهذه الطريقة من خلال مكاتب سمسرة متخصصة باتت منتشرة بشكل غير معلن، وذلك في العديد من المحافظات السورية. أهل الفتاة يحصلون على مهر يتراوح بين 500 حتى 1500 دولار أمريكي، وذلك وفقا لعمر ودرجة جمال الفتاة، بينما يحصل مكتب السمسرة على مبلغ مالي يتم الاتفاق على قدره مع الرجل الراغب في الزواج. وفي غضون عام 2023 جرى توثيق أكثر من 5000 عقد زواج لسوريات، وذلك من أزواج عراقيين في عدم وجود إحصائية رسمية للعدد الكامل. وأما عن الكيفية التي يتم فيها عمل مكاتب السمسرة، فتتولى المهمة مكاتب فرعية في المحافظات ترتبط بمكتب السمسرة الرئيسي الذي يتخذ من منطقة السيدة زينب بدمشق مقراً رئيسياً له، حيث يتم التنسيق بين تلك المكاتب من أجل إنجاز عقود الزواج. المكاتب تقوم بمهمة البحث عن السيدات الراغبات بالزواج بهذه الطريقة، بالإضافة إلى وجود قائمة لديها بالرجال الراغبين بالزواج، حيث تعمل المكاتب كصلة وصل بين الجانبين مقابل عمولة يتم الاتفاق عليها مسبقاً. هذا النوع من الزواج عادة ما ينتهي دون حقوق، حيث تفقد الفتاة كامل حقوقها في حال أراد الزوج إنهاء عقد الزواج وإعادتها إلى بلدها. خبراء اجتماعي حذروا من هذه الظاهرة الخطيرة وتداعياتها على المجتمع السوري، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الإناث في سوريا على حساب الذكور. معظم حالات الزواج بهذه الطريقة تنتهي بعودة الفتاة إلى بلدها مع ندمها الشديد على اختيارها الزواج بطريقة لا تضمن لها حقوقها، وتصبح المشكلة أكبر بكثير في حال أنجبت الفتاة من هذا الزواج أولاد. والعديد من الحالات النسائية اشتكين من عدم إقرار الرجال بحقوق أولادهن وتنصلهم من المسؤولية بعد الانفصال عنهن. ومع ذلك ما زالت فتيات تسعى للأمر وتعقد قرانها على أزواج بتلك الطريقة، وأرجع محللون وخبراء السبب إلى التداعيات التي أحدثتها الموجات العسكرية وهجرة العديد من الذكور من بلاد الشام ورحيل آخرين خلال الأعمال العسكرية في البلاد.